مرحبا بكم متتبعي مسلسل تل الأرياح، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 101 مترجمة للعربية. وفضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. وفي بداية الحلقة، بعدما فقدت زينب الوعي، كان خليل في حالة خوف ورعب من أن يفقدها. كان يقول لها بكل لهفة: زينب لا تتركيني، لا تتركي نفسك، لا يمكن أن تتركيني بعد، لا أبدا زينب لا. وكان يصرخ بأعلى صوته. ومر الوقت وهو بجانب زينب، ثم بدأت زينب تعيد وعيها، وتفاجأ خليل وقال: زينب الحمد لله، الحمد لله والشكر، أشكرك يا ربي. وكان يقول لها: أعيدك يا زينب، سوف أخرجك من هنا وسوف نخرج معا. كان يحتضنها بخوف وندم وأسى على ما حدث لها، كانت كل مشاعره مختلطة. وفي هذه اللحظات أتى ألبر إلى ذاك المكان واقترب، ثم بعد ذلك بدأ يتصل وكان يقول: كل منهما هاتفهما مغلق وهما بالتأكيد معا، ولكن ماذا لو لم يكونا كذلك؟ وعندما اقترب من ذاك المنزل المهجور، كان ينظر إلى ذاك الشريط للأمان وكان يقول: لماذا هو هكذا؟ كان يقول: هل حدث شيء لزينب؟ ومر الوقت وكان خليل يقول لزينب: حسنا يا زينب، سوف أستطيع إخراجك من هنا، لا تفقدي إيمانك، سوف أخرجك بأي طريقة. كان يحاول لكي يبحث عن طريقة للخروج من هناك مع زينب وهي على قيد الحياة. وبينما هو يحاول أبعد كل ذاك الركام، كان خائف جدا عليها وكان يحميها وهو يحتضنها ويقول لها: لا شيء لا شيء، حسنا تمام تمام زينب لا تخافي، حسنا الآن لقد مر كل شيء، سوف نخرج، لقد وجدت المخرج. وبينما هو يحاول، كان ألبر يستمع في تلك اللحظات إلى سيارة مرت من هناك وقال خليل: أفندي وجد زينب ووضعها في سيارته، ويعطي خبر ويجعلني أتوتر من لا شيء، وذهب مسرعا يركض وترك ذاك المكان. وبعدها خرج خليل من ذاك المكان، وعندما قال لزينب: زينب لقد وجدنا المخرج، وجدها فقدت الوعي من جديد والخوف من أن يفقدها من جديد، وكان يقول لها: أرجوك لا تتركي نفسك، لا تتركيني، أرجوك عودي إلى وعيك، لقد وجدنا المخرج، سوف نخرج، انتهى كل شيء، من فضلك لا تتركيني، انظري لقد انتهى الأمر، سوف نخرج، لن يعود أي شيء كما كان مرة أخرى، سوف أتذكر كل أخطائي، سأجعلك تنسي أننا سوف نضحك دائما من الآن فصاعدا، أعدك أننا سوف نضحك معا، سوف تتحدثين وسوف أستمع إليك لبقية حياتي، هيا يا زينب من فضلك لا تتركيني. ثم استفاقت وقال الحمد لله وأخذها وحملها بين ذراعيه وخرج بها. وبينما هو يخرج، كان يتحدث معها لكي تظل واعية، كان يقول لها: لن أتركك أبدا، ما دمت بقيت هكذا وصمت فلن أتركك أبدا، ضل إلا القليل، سوف نصل إلى السيارة، ها هي زينب أرجوك لا تفقدي نفسك. ثم بعدها فقدت الوعي وكان يصرخ ويقول: زينب لقد وصلنا، هيا يا زينب. ثم وصل إلى السيارة ووضعها في السيارة وكان يحاول أن يضمد لها تلك الضربة على رأسها، وكان يقول لها: حسنا ابقي معي هكذا، سوف تكونين بخير يا زينب، أنت أقوى إنسانة عرفتها في حياتي، سوف أنقذك. وذهب بها بسيارته. وبعدها وصل خليل بزينب وكان خائف جدا ومرعوب وكان يقول: هل هناك أحد؟ هيا عاجل جدا، عاجل عاجل عاجل، هيا أنقذوها. وبعدها كان يقول لهم: لقد سقطت في تحت الأنقاض وكان رأسها ينزف كثيرا وكانت تفقد الوعي. كانوا يقولون له: هيا أخرج من هنا. قال لهم: لا لن أتركها، لن أتركها لأي سبب من الأسباب، من فضلك دعيني هنا. لكنهم أخرجوه خارج العرفة. وبعدها كان خليل ينظر إلى نفسه وكان يتألم ويقول: سامحني الله. كان يقول: إذا توقف التنفس لها سوف يتوقف نفسي كذلك. ظل ينتظر لساعات طويلة وهو ينظر إلى وشاح زينب الذي هو مليء بالتراب ويشم رائحتها. ثم بعد ذلك خرجت الممرضة وكان يسأل عنها، قالت له: نحن في انتظار النتائج للتحاليل. كانت تتحدث له وتقول اسمه تلك الممرضة، ثم قال لها: كيف علمت باسمي؟ قالت له المريضة طوال الوقت وهي تذكر اسمك. ثم بعد ذلك كان خليل سعيد جدا بهذا وتركته وذهبت.
وكان يقول بعد ذلك: يا الله، لا تدع شيئا يحدث لزينب. وبعدها خرجت الدكتورة من غرفة العمليات وكان يسأل عنها، وقالت له إنها الآن بخير، ولكن لقد تلقت 9 كدمات في ساقها، ولكن الضربة على رأسها كانت أسوأ قليلا. كان سعيد ويقول: الحمد لله أنها بخير. وبعد ذلك قالت له: سوف تظل هنا ليلة كاملة لأجل المراقبة، ولا تقلق، لا داعي للضهر. بعد ذلك قد يكون هناك فقدان للذاكرة، أي القدرة على تذكر بعض اللحظات والتفاصيل، هذا النوع من الصدمات، لكن لا تقلق. اعتمادا على النتائج والتصوير المقطعي، لا أعتقد أن الأمر سوف يستغرق وقتا طويلا، على الأرجح أنه أنها سوف تتذكر ما حدث خلال 24 من الساعة الماضية. وقالت له: سوف تواجه وقتا عصيبا الآن، فهي مرهقة. ولكن قالت له بعد ذلك: يمكنك أن تراها، ولكن لا يجب أن تراك بهذا الشكل. ومر الوقت وكان خليل بجانب زينب وكان يقول: ماذا لو حدث لك شيء؟ لن أسامح نفسي أبدا، لن أتحمل ذلك ولن أتحمل غيابك. ثم بعد ذلك استفاقت زينب وكانت تقول له: أين أنا؟ قال لها: أنت في المستشفى ولا يوجد شيء لتخافي منه، إنه مجرد حادث بسيط. قالت له: أنا لا أتذكر أي شيء. قال لها: حسنا، فلتهدئي، هذا سيحدث لك ولكن مؤقت. حسنا. ثم بعد ذلك قالت له: أنا دائما ما أوقعك في المشاكل، ألست غاضب مني؟ قال لها: أبدا، أنا لن أغضب منك. وبعدها قال لها خليل: سوف أتصل بوالدتك وأخبرها. ثم مسكت به وقالت له: لا، لا تخبرهم، سوف ينزعجون. وقال لها: حسنا، اسمحي لي لكي أخبر سلمى، هي تعرف التعامل بهذا. قالت له: معك حق، هي تعرف كيف تتعامل مع أمي. وبعدها خرج خليل لكي يتحدث في الهاتف واتصل بإيرين وقال له: نحن الآن في المستشفى وزينب عملت حادث، ويجب علي أن أخذ رقم سلمى لأن هواتفنا تدمرت بسبب الحادث. وبعدها اتصل خليل بسلمى وأخبرها بكل شيء، وكانت سلمى حزينة جدا. ثم أتت إليها جولهان وقالت لها: ماذا هناك؟ قالت لها: أختي زينب عملت حادث وهي الآن في المستشفى، ولكن الآن هي بخير. كانت سونغول سعيدة جدا بهذا الخبر. وبعدها أتى ألبر وكان يقول لهم: زينب وخليل ألم يأتون إلى المنزل؟ قالت له سونغول: لا، لم يأتون، ولكن هم الآن في المستشفى. قال لها: ولكن لماذا؟ ماذا حدث؟ قالت له: دائما عندما يجتمع خليل مع زينب دائما ما يذهبون إلى المستشفى. وبعدها كان يقول لهم ماذا حدث؟ قالت لهم جولهان: الآن علينا أن نذهب، لاحقا سوف نعلم. وكانت سونغول تقول: أتمنى ألا تخرج أبدا من تلك المستشفى. وفي هذه الأثناء وصلت سلمى مع جولهان وألبير إلى المستشفى. وبعد ذلك كانت سلمى حزينة جدا وتسأل عن زينب. قال لها: الآن الممرضة في الداخل، عندما تخرج سوف نستطيع الدخول إليها. وكانت جولهان تنظر إلى يد خليل وقالت له: ما بك؟ قال لها: لا يوجد شيء، فقط حادث بسيط. وبعد ذلك سألت سلمى: كيف حدث؟ قال لها: لقد دخلت إلى مبنى منهار، وعندما كانت بالداخل لقد وقع عليها. وبعدها كان يقول ألبير: إذا كانت هناك بذاك المبنى، وهو كان كذلك هناك وأنقذها من جديد. وكان يقول: بعدما فعل ذلك مع والدي يريد أن يأخذ من أحب، هل فعل ما أردت أن أفعله مرة أخرى؟ هل سوف يسرق مني حبك بعد أبي؟ وبعدها كانت سلمى تقول له: ولكن كيف دخلت إلى تلك المكان؟ كيف حصل هذا؟ لماذا ألم تكن بجانبها؟ كيف تحمي شخص هكذا؟ كيف يمكننا أن نثق بك؟ كان خليل حزين جدا. وبعدها قالت له سلمى: أعتذر منك، لقد كنت منزعجة كثيرا، لهذا قلت هذا الكلام. قال لها: أستغفر الله، لا، معك حق. وبعد ذلك دخلوا لكي يروا زينب. وبعدها كان ألبير يريد أن يدخل، قال له خليل: إلى أين؟ ماذا تريد؟ قال له: أريد أن أرى زينب. قال له: أريد أن أتحدث معك، هيا. وخرج خارج المستشفى وكان يقول له: خليل أرجوك، لقد بحثت عنك في كل مكان، كم مرة اتصلت عليك ولم تكن موجودا. وكان يقول له خليل: كيف فقدت الفتاة؟ كيف حدث هذا؟ أنت إنسان مهمل مثل عادتك. قال له ألبير: صدقني خليل، أنا لا أعرف كيف فقدتها من جانبي وكيف ذهبت. كان يقول له: أنت إنسان مهمل،
أنت لم تدرك حتى أنك لم تكن نفسك، والآن هيا ابتعد من هنا، لا أريد أن أراك. وبعدها قال له ألبير: هل تعتقد أنني لست حزينا؟ أنا لست ألبير القديم، وأنت لست والدي أيضا، ضع هذا في رأسك. ثم قال له خليل: نعم أنا لست والدك ولكن ضع هذا في رأسك. ثم قال له خليل: نعم أنا لست والدك ولكن تسامحي كذلك له حدود، كما تعلم أنت لقد تجاوزت حدودك، انتبه لنفسك. ثم قال بعد ذلك ألبير: حقا اعتني بنفسك يا أخي. وفي هذه الأثناء كانت سلمى وجولهان بجانب زينب، وكانت سلمى تقول لها: كيف حدث هذا يا أختي؟ قالت لها: صدقيني لا أتذكر أي شيء على الإطلاق. ثم بعد ذلك قالت لها: هل تريدين أن أساعدك بشيء؟ قالت لها زينب: لا، ولكن فقط حاولي ألا تتركي جدتي وأمي أن يشعرون بغيابي. وقالت لها: لا تقلقي. وبعدها دخل خليل وكان ينظر إليها بإعجاب، وهي كذلك. ثم دخلت الممرضة وقالت: يجب عليكم أن تتركوا الغرفة، وذهبوا وظل هو ينظر إليها. ثم قالت له: هيا أترك الغرفة، وخرج هو كذلك. وكانت سلمى حزينة جدا على زينب. وبعدها أتى خليل وقالت له: هيا أخبرني ماذا حدث لأختي، هل هي بخير؟ ألم يحدث لها شيء؟ لم تتذكر عن الحادث. ثم قال لها: لا تقلقي لن يحدث لها شيء، والدكتورة قالت على أنها سوف تعاني من فقدان ذاكرة على المدى القصير. وكان ألبير يسترق السمع. وبعدها أتى إيرين وكان يقول لسلمى: إن شاء الله بالشفاء العاجل لها. وكانت تبكي وكانت لا تريد أن تذهب، ولكن قال لها خليل: يجب عليك الذهاب من أجل الجدة وأمك. ثم ذهبت بعد ذلك، وكان إيرين يقول لخليل: هل تحتاج إلى شيء؟ قال له: لا. ثم قال له: حسنا سوف أذهب إلى سلمى. وكان بعد ذلك خليل ينظر إلى ألبير وكان يقول: أنا لا حاجة لكي أستمع إليك يا خليل فرات. ثم اقترب من خليل وكان يقول له: أنت ما زلت هنا، ماذا تفعل؟ قال له: أنا في المكان الذي أنتمي إليه، جئت بجانب زينب. قال له: لا يوجد لك مكان هنا. وقال له: أنا أحذرك. ثم قال له بعد ذلك ألبير: سوف أذهب لكي أخذ الشاي، هل أخذ لك واحدة؟ سوف نستمر هنا. ثم بعدها اقترب من خليل وقال له: ألبير أحذرك، أريد منك أن تخرج الآن. وبعدها أتت جولهان وكانت تريد أن تذهب، ولكن إيرين سوف يبقى في المستشفى وكانت تريد أن تذهب مع ألبير. وقال لها ألبير: لديه أعمال الآن ولا يمكنه الذهاب. ثم قالت: حسنا. قال لها: انادي إلى جميل لكي يذهب معك. وبعد ذلك قال ألبير: أنا ليس لدي أي أعمال، سوف أذهب معها. قالت له: حسنا سوف أكون سعيدة. وكان خليل لا يريد أن تذهب معه جولهان، وقال لها خليل: كوني حذرة. وذهبت معه. وفي هذه الأثناء كانت سلمى تتحدث مع خطيبها السابق، وكان يريد أن يتحدث معها ولكن هي كانت ترفض، وقالت له: هيا اذهب من هنا. وبعدها أتى إيرين وكان يتحدث إليها وهو كان يراقبهم من بعيد. وفي هذه الأثناء كان خليل بجانب زينب وهو يقول لها: هل تتذكرين عندما غنينا معا الأغاني الشعبية؟ قالت له: هل نحن غنينا الأغاني الشعبية؟ وبدأ يغني لها. وجاء المساء وكان خليل بجانبها، وكانت زينب تنظر إليه، كان يهتم بها وكانت تقول له: يجب عليك أن تذهب، يعني لا حاجة للبقاء هنا، أنا بخير. قال لها: أنا لا أفعل شيء، أنا فقط جالس بجانبك. ثم بعد ذلك قالت له: حسنا، يعني إذا كنت سوف تنام وأنا كذلك. قال لها: لا. كان سيخبرها بشيء. وقالت له: حسنا ألن تخبرني؟ قال لها: سوف أخبرك، ولكن قبل ذلك خودي وضعي جيدة على السرير. وكان يحاول مساعدتها وكان قريب جدا منها. وبعد ذلك لاحظ على أن خدودها أصبحت حمراء وقال لها: ما بك؟ هل تعانين من حمى؟ سوف أذهب إلى جلب الدكتورة. قالت له: لا، أنا لست بي حمى، أنا بخير. وقال لها: ولكن لماذا أنت هكذا؟ قالت له: أعتقد أنه حدث شيء ما. قال لها: ولكن ماذا حدث؟ قالت له: أعتقد أن هذا هو سبب في أنني كنت سخينة جدا. وأعطاها الماء وكانت تشرب الماء وكانت قلقة جدا وكانت ترتعش وكانت تقول: لقد رآني، يجب عليك أن تهدئي يا زينب. وكان هو يقول بداخله: الحمد لله أنك ما زلت على قيد الحياة وأنك بجانبنا. وظل بجانبها وكان يخبرها: عندك الكتاب. وكان بعد ذلك يتخيل كيف كانوا في ذاك الدمار. وبعدها قال لها: زينب، أريد أن أخبرك بشيء، لقد جعلتك مستيقظة ولكن أخبرتك بالكثير من الأشياء المهمة والغير مهمة، يعني كان خائف بأن تتذكر مما قاله لها. ثم قالت له: لقد تذكرت فقط الرياح
وكان هناك رياح كانت هناك رياح دافئة حول وجهي، ثم شعرت بالسلام، لا أتذكر شيء. ثم قالت له: دقيقة دقيقة، لقد تذكرت شيئا. قال لها: ما هو؟ قالت له: الطفل. قالت له: الطفل على تل الرياح. ثم بدأ خليل يتذكر عندما قال لها كانت تخبر عن ذاك الطفل الذي لم يتركها، وقال لها: أنا هو ذاك الطفل. ولكن بعدها قالت له: ربما، هل قلنا هذا الشيء معا؟ ثم قالت: أنا عقلي مشتت بعض الشيء. وبعدها كانت تقول له: لقد أزعجتك. قال لها: أنت لم تزعجيني أبدا. وبعد ذلك قال لها: ألن تأكلي بعض الفواكه؟ وكان يحاول إطعامها الفواكه. وفي هذه الأثناء كان ألبر منزعج، وكان يقول: لقد تغيرت، ولكن لا أحد يرى ذلك. لقد حدث هذا بفضلك يا زينب، ولكن فقط لقد كنت جزءا من لعبة لعبتها لإزعاج فرات، ولكن لا أستطيع التفكير في غير شيء غيرك يا زينب. لقد أصبحت أحبك كثيرا يا زينب، لكنني لن أترك هذا الحب يمر بلا مقابل. ثم أتت السوء وقال لها: منذ متى وأنت هنا؟ قالت له: لقد أتيت للتو لكي أخذ العشاء. وكانت تقول لها: أنت منزعج من أجل زينب، أعلم، ولكن هي دائما تقع في المشاكل، فلا تنزعج وليس لك ذنب. وقال لها: أنا متعب، سوف أذهب إلى النوم. وقالت له: السوء، أنا سوف أطبخ الشاي، هل أطبخ لك واحد؟ ثم تذكر عندما كانت زينب في المطبخ. المجنون أصبح مهووس بزينب، وبعدها قال لها لا وذهب. وفي هذه الأثناء كان خليل نائم، ثم استفاق على أنين وبكاء زينب، ذهب لكي يأخذها من على الأرض، وقالت له: ابتعد عني، لا تلمسني. كانت تبكي، قالت له: قلت لك هيا اذهب. وقال خليل بداخله: لقد تذكرت حتى أنها لا تريد أن تراني، هي لن تغفر لي أبدا. وكان خليل خائف جدا من أنها علمت بانتقامه، عندما كان يقول لها: أنا هو ذاك الطفل، وهو يعترف لها ولن تسامح خليل. الآن زينب بفقدان نفسها وذاكرتها المؤقتة سوف تكون هي تلك الفتاة الضائعة، مثل ذاك الطفل علي الضائع الذي أخرج خليل من ظلامه وغضبه. الآن سيكون ذاك الطفل بعقل زينب هو المنقذ لها. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تنسوا تشجيعي بلايك والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. وإذا لاحظت على أن هناك تفاعل بخصوص ترجمة مسلسل تل الأرياح، سوف أنزل لكم الحلقات إن شاء الله.